ما شاء الله عليك يا كريم، يعني أنت وعلى فراش المرض، الله يعني يتم عليك الصحة، وكتبت ما شاء الله هذا الكم الكبير من القصائد. هل هي قصائد حزينة ولا مفرحة؟ لا لا لا، مفرحة وغزلية. والآن حتسمع من أخوي الفنان صديق رحلة العمر كاظم الساهر 4 قصائد: هي لا تظلميه، وما سر جمالك يتجدد، ومن قال لا يبكي الرجال، وامرأة المطر، وملحنين يعني تأخروا واشتغلهم بفن. وكتبت له أيضا النشيد الوطني العراقي خلال مرضي، و شبابنا، وقصائد العراق اللي توصل باستمرار بالظروف الصعبة اللي يعيشها عراقنا الآن، والحمد لله. طيب كريم، شو أكسبتك تجربة مرضك الطويلة، وشو من خلال ETV العربي شو بتخصنا من جديد؟ يشكرك والله، طلعت أعمال ما متوقع. أنا بجت بشكل 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 حتى بودي ألغي بعض القصائد القديمة لأنه نضجت بشكل. وأزيدك علما، مسألة ما قلت لك بيها، أنجزت جزء الأول من فيلم أنا ابن قلقامش، لأنه كان مسرح وحولته إلى سينما، وأنت تعرف تحويل المسرح إلى سينما كم هو مؤلم ومؤذي وصعب. وهذه طيلة جلسات الكيمياوي، أنا خلال 8 أشهر الأولى أنجزت بها، والآن صديق عندي بالمستشفى يطبع لي ويرجع لي، كل ما تخلص الاستراحة نطبع وأصحح. وهذه الآن طبعت الجزء الأول، وراح أباشر إن شاء الله بعد شهر بالجزء الثاني. هذا فيلم يعني؟ اي فيلم، هذا اللي متفق عليه مع كاظم. احنا من 40 سنة سوينا مسرح، وبعدين لقينا صعوبات ان يتنفذوا، والآن اشتغلت السينما. طيب اذا كاظم ما قدموا مسرح يقدموا سينما؟ ما ادري بعد، ان شاء الله ان شاء الله، هذا متروك للمستقبل. يعني انت قبل ما تنجزها هو طلب منك تحولها سينما؟ هو يعني انا هي موجودة للتاريخ حبيبي، يعني إن شاء الله يأديها، بس هي صارت بالنسبة لي أسهل من الأول. لأعرف ليش؟ لأن تحولت غير شكل، يعني ممكن أن تؤدى بشكل آخر، ما عندي أكثر تفاصيل من هذا منك. بعرف بس أنه يعني حلو إذا كاظم بيمثل في السينما في القلقامش، يعني إبهار، خاصة أنه هو له قيمة وقامة وأنت مبدع. إن شاء الله، أنا أتمنى يا أخوي، لأن بعد هاي الألم والصبر 40 سنة قلت الحمد لله أنا بقيت على قيد الحياة حتى أكملها. يعني كانت الهمين هم أولادي وهم القلقامش، تصدق والله العظيم أول ما أجاني. حتى لا تشكل الناس، أنا كتبتها قبل العملية بأسبوع كوصية، لأن شو وصية؟ لا عندي عقارات ولا أملاك، وصيتها. وأول شخص أرسلتها إلى أخوي كاظم، أول شخص. هاي لا تشكل الناس بطريقتها الجديدة ربيع، انتبه لها وشوف ايش سوت بالناس. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. وإيش قال لك؟ شو قال لي؟ يا ما أرسلت رد عليه برسالة، قال الحمد لله كأنما ولد المتنبي ثانية، وبدأ يشتغل بها، بس ما طلع اللحن، كان يراد له صبر. ظلت الأغنية عنده إلى أن كلمني الأمير طلال وقال عندك ما أنا أشتغل منها عدة أبيات، ولا دونه كاظم ما لحنها فقدناها، وصارت نصيب أصالة وأبدعت فيها، زائدا أنه هي بصوتي انتشرت انتشار مش طبيعي يعني.